يشكل الملف النفطي أحد أهم نقاط توتر العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في حضرموت، بعد تزايد الشكاوى من حرمان المحافظة من حصتها في عائدات بيع النفط المستخرج من حقولها، والتي قال المحافظ بن بريك إنها تصل لقرابة 800 مليون دولار. ملايين الدولارات التي تم هي عائدات هذه الكمية التي أنتجت خلال الشهور الماضية لم تصرف لحضرموت ريالا واحدا حتى اليوم، رغم التوجيهات التي أصدرها الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي بتمكين حضرموت من 30% من عائدات ثرواتها النفطية، إلا أن الحكومة لم تنفذ هذه التوجيهات. ولا يعرف على وجه الدقة حجم الإنتاج الفعلي من النفط بحضرموت، والتي تضم 7 قطاعات نفطية منتجة، لكن تقارير تستند إليها السلطات المحلية تشير إلى 11 مليون برميل من النفط الخام تم تصديرها عبر ميناء الضبة منذ استئناف الإنتاج في منتصف أغسطس من العام الماضي. عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بهذا الملف يعود لسياسة التكتم وحجب المعلومة، على الرغم من محاولاتنا المتكررة للتواصل مع الجهات المعنية للحصول على بعض الإجابات، لكن دون جدوى. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن 4 من القطاعات المنتجة تنتج حاليا نحو 40,000 برميل في اليوم، أي ما نسبته 30% من حجم إنتاجها، فيما بقية القطاعات متوقفة تماما، إما لرحيل المشغل الأجنبي أو لعدم توفر ميزانية لإصلاح وتشغيل الآبار التي تعرضت للتخريب. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.